إذن الفرضيات ديال المشروع القانون المالية هي غير واقعية، لأن تيفرضوا أن نسبة النمو غتكون 4.2% لما بكل وضوح تنظنوا حنا وكذلك البنك الدولي وكذلك مديرية التخطيط أن النمو في المغرب للسنة المقبلة 2014 ما غادي يفوتش 2.5 إلى 2.8%. أن السنة الفلاحية ديال هذا العام 2013 كانت استثنائية وتصعب أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي يرتفع السنة المقبلة انطلاقا من سنة جيدة واستثنائية، وأما النمو غير الفلاحي مع الأسف غادي تراجع شيئا ما أو غادي يبقى في نفس المستوى، لأن من جهة وهذا إيجابي كاين تحسين ديال الوضعية ديال أوروبا اللي هي الشريك والزبون الأول للمغرب، ولكن من جهة أخرى كاين تراجع ديال الاستهلاك الداخلي، لأن كاين مس قانون المالية تيمس في القدرة الشرائية ديال المواطنين وديال المغاربة، وارتفاع متواصل ديال الأسعار اللي غادي ينتج على قانون المالية واللي ينتج كذلك على الإصلاح ديال المحروقات والأسعار المحروقات غادي يؤدي إلى تراجع متواصل ديال الاستهلاك الداخلي. فإذا خديتي الأرقام كلها وحسبتيها فقط تتلقى 2.5% كنسبة نمو الاقتصاد أو 2.8% حتى نعقلوا على السنوات اللي في الحكومة ديال السي عباس الفاسي والحكومة ديال السي إدريس شطو اللي كانت نسبة النمو بصفة مستمرة 5.5 ما بين حتى 6% 5.7 5.8% هي نسبة النمو اللي تمص البطالة اللي تستطع أنها تقلص من عدد العاطلين وكذلك من نسبة البطالة في البلاد. مع الأسف مع هذه الحكومة الحالية رأى نسبة البطالة بدأت شيئا ما تدريجيا ترتفع، والانخفاض التدريجي ديالها اللي انطلق من 2001-2002 واستمر إلى غاية 2010 تقريبا تقلب مع الأسف وأصبحنا في تطور تصاعدي.